واش نقول لكم؟ نايض صداع من نهار الجمعه، رانا كنت عاود لكم كنا معروضين العشاء عند واحد طالياني. المهم داير واحد الحفله، مغني طالياني وداك الشيء الموسيقى، وانا باقا اصلا من الموت ديال باقا من الداخل ما بريتش، باقا الصدمه، باقا انا اصلا ما بريتش، خصني نهبط المغرب ونمشي عند امي ونعنقها ونشوف حوايج ونشوف بيت ونشوف اني انا باقا مقصحه. وزاد عليها هذا الشيء اللي وقع على هذا الوليد، وكنا نهار الجمعه باقي ما عارفين والو، باقي تحفروا كل شيء، فما كانش صافي ديموراليزيت، قلت لي صافي ما فيا ما يخرج، ما بقى عندي انا نمشي للعشاء. ما نقولش لكم المعيور اللي سمعت، ما نقولش لكم المشاكل اللي وقع عليا معاه، ما نقولش لكم مؤخرا ما تنبغيش نهضر باش بلا ما نبقى الناس يقولوا المشاكل وتعاود لينا، فهمت يعني؟ تتحاولي دوزي نهارك عادي بلا ما تبقاي تعاودي في مشاكلك وداك الشيء اللي واقع عليك. واخا واصله لينا حتى اللحظه، ما نكذبش عليكم، مع مؤخرا من نهار البنات كنت في داك الكلينيك، لا كنتو عاقلين، من نهار كنت في داك الكلينيك طيب داك الكلب اللي كان عندنا من لحقاش كان مكرفس، وتا واحد متي دافي وتا واحد متي خرج، وانا كنت مريضه مديبريسيا، ربي اللي عالم بحالتي كيفاش كانت دايره. مني خديت داك القرار وعطيت الكلب من تما، والحرب نايضه، نتصالحوا يومين نضاربوا جوج سيمانات، نتصالحوا نهار ونضاربوا تاني نهار فرق. المهم والحياه ما يمكنش تستمر على هاد على هاد، ما يمكنش الحياه تمشي بحال هكا لقدام، خاصنا نلقاو الحل. غير هو كاين الناس اللي بحالي اللي تتقبل الواقع وتبغي تمشي بلاتي هي احسن وبلا حرب بلا صداع، وكاين الجانب الاخر اللي تيقول ديريها ولا ها ندير لك ها. المهم خاصني انا، المهم غنشوف اش غندير، انا معاكم وانتم معايا تنشوفوا فين. اش نقول لكم يعني؟ كاين بعض النوع ديال الرجال اللي ما تيبغيوش المراه ابدا تاخذ قرارات ولا تقرر شي حاجه، ولا زعما ديك القضيه او كيفاش هذه ناضت مشات للسبيطار 6 سيمانات خرجت من الديبريسيون شدت قرار باش تعطي الكلب بلا خبار، وداك الكلب انا اللي شاريه وهذه، ومن تما ما نقولش لكم من تما. والمشكل الاخر اللي كنتو عاقلين، نهار كنت غادي لتركيا الباسبور ديالي طار ما لقيتوش، كنت عاودت في واحد اللايف كما عاودتش التفاصيل، يمكن باسبوري طيروا لي، ما بقيتش نقلب على الباسبور تنقلب. المهم مشى دور في راسه دور في راسه، ديك الساعه هو كان غادي للطاليان، ويقول انا لا مشيت للطاليان وخليت هذه هنا نجي نلقاها واخده شي قرار ولا دايره شي مصيبه كحله. وينوض ويقول لي انا لقيتو، قال لك راه لقيتو في اللعاب ديال رايان، وانا قسما بالله اللي ديك الشبكه سستها في الارض ديال رايان وقلبت وما كان فيها والو. ما علينا، ودازت وسكتنا ودازت وسكتنا، قسما بالله انا كرهت نفرغها قلبي ونبقى نعاود ونسمع الاراء المختلفه ديال الناس. تقدر حتى بنادم كل واحد يقول لك راي وتشديهم تجمعيهم وتاخدي فكره وتعرفي اشنو الطريق اللي تشدي. بزاف ديال الناس يقولوا القانون المراه تما ولادك راه ما يحيدوا من التاوى حد، وهذه انا ماشي على ولادي لحقاش، كاينين اطباء اللي ممكن يعني يشخصوا حالتي واش انا مريضه نفسيا يعني بيبولار، ولكن حاليا حالتي ستابل كناخذ الدواء ديالي يعني متبعه مع الطبيب ديالي كل شيء هو هذاك، ولكن مش هذا هو المشكل من الناحيه القانونيه. المشكل ديال الفرق هو انك ماشي غتفارقي مع واحد الانسان اللي مسالم اللي غادي يخليك تعيشي في راحتك، اللي غادي يخليك يقول صافي ما تفاهمناش كل واحد يشد طريقه، ولا وهو تيقول لك فمو تيقول شي زعما هادي ولا هادي غندمرك غندمرك الدمار الشامل. وانت واحد المره قال لي غنرجعك المغرب، واحد المره قال لي غنصيفطك للحبس. المهم ما نقولش لكم التهديدات اللي تنتلقاها، ولكن مع ذلك تتصبري وتقولي خاصني الحل. عاد دابا تصوني ما نعرف تقولي اي كرهم دوك ستوريز غتمسحيهم، غتمسحيهم كامل في فيديو يوتيوب مثلا باش يضرب مشاهد، تاخدي حتى فكره كيفاش كيف. ومازال ما درتش لهم حتى الجنسيه المغربيه، ما نكذبش عليكم كل مره تنقول غنمشي قنصليه غندير، راه باقا ما درتهاش لهم. يعني اش غنقول لكم؟ ما درتش هادشي لحقاش انا ماشي انسانه اللي فراسها الخبز. المهم قصه طويله بلا ما نبقى نبربل عليكم اختي، ماشي وقتها.